أدى تدفق مياه السيول إلى تهدم 8 منازل في مدينة عمران والجنات وتضرر العشرات منها، ما فاقم من معاناة الأهل الذين ناشدوا الجهات المعنية لمساعدتهم ووضع التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الحوادث. ما بين لحظة وأخرى حول سيل الحمودية الذي داهم مدينة عمران ومنطقة الجنات من الجهة الغربية إلى بحيرة عائمة، متسببا في تهدم 8 منازل وتضرر العشرات منها، والتي بات معظمها آيل للسقوط في أي لحظة. ما حصل في منطقة الجنات كارثة إنسانية بمعنى الكلمة. ندعو كل الجهات المختصة للحضور لمشاهدة الكارثة الإنسانية وفتح ممرات السيول الرئيسية التي هي مسؤولية يعني القطاعات المختصة. هذا شيلنا باسمه الحمودي ينجل حانه، وشيل ناهره ينجل شراره، وشيل الحبابي ينجل عمره. ما نقول إن ما بيجي العوائد لها، هذا من هذا المدة يمكن 45 سنة. السيول الجارفة التي داهمت تلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية خلفت معاناة كبيرة لدى الكثير من الأسر، منهم من تم إجلاؤهم إلى المدارس، ومنهم من ذهب إلى قريب له للمأوى المؤقت بعيدا عن خطر محدق بهم. نحمد الله ونشكر على هذه النعمة التي أنعم الله علينا، ونرجو من الجهات المختصة أن تبتر لفتة نظر للمواطن وأن تفتح منافذ السيول الذي يمر منها، لأنه تضررت وتهدمت بعض المنازل من 3 طور من 4 طور. السيول العارمة تسببت أيضا في قطع الشوارع والطرقات وإعاقة حركة السير، فضلا عن تلف الزرع وجرف التربة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، فيما الأهالي يناشدون الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم. نناشد المجالس المحلية ومشايخ والأعيان بفتح المجاري السيول، فتح المجاري السيول هذا ضروري تتفتح، مش يغلقوها بدل الزفلت بالطرقات ولا بالبيوت، لما تضررت البيوت تخربت بيوتنا ومنازلنا. كارثة إنسانية تعرض لها أهالي عمران والجنات جراء تدفق سيول الناهرة والحمودي، فالبناء العشوائي وعدم وجود ممرات للسيول أدى إلى ارتفاع حجم الأضرار، ما يستدعي على الجهات المختصة وضع حلول عاجلة للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الكوارث. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران. ناقش القطاع الخاص بحضور نقابات واتحادات العمال الاختلالات القانونية والمشاكل في الرواتب للمحالين إلى تأمينات.